وحنذا غاتان إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسو إنو دري أخواني في الله في النظا لغاهان لغة العربية وحل إلى هذا الابتلاء والامتحان والاختبار وإن شيء لا يعني وحو إيان لا امتحامه هو لك لشيله هو دبا يتنالك لصار وحي خشنة هي وحي اللوبة هي هي واحتر له أصل كذا أنا وحلقك يا ري كلمة أورانيسة فتنت الذهب والفضة وحن يعني وحو يشيلي ذهب كي أما فضة ذي سلاك لصار هي واحترك لها هي وحي قشكها يا الله بهنين إلى سكدة ذيني الدنيا أن إلهي سبحانه وتعالى جب جذبه وحنو كان امتحان يين لا ينوك على صاره إلهي حليه سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأنا إذن امتحامينا وأنا إذن امتحامينا خير نعموينك إلهي نصينا يو وامتحان وي وعلى إذن امتحامي يا شر ونباتوينك دعية وامتحان وي وإلينا ترجعون أنا قرأت نقصة نقصة نبويل الله سبحانه وتعالى مركا فتنك أيضا إلهي كنت الماما إيو قيبت إذا ما صايبت واسد حنونة وكلة أبارها وكلة إن مدح ظالمين إلهي كدل لغو إن أمان كفرها كبحو إن دولك لغول الروحو إن يعني وحاث نعي أوردن وامتحان وي وفت أيابها لأنه امتحان إيو يعني واركينو وحيابها كينا يا أما أسباب توا وفر بدنه وحنا كم إذا إن المنكر كأقولانه هي خلاصات قبل شدة إن بركود أيكو كعيان إن المعروف كي ليس أمر جري أينو كجابينه وأينو جذو إنه مسؤولية دين صاري لأدنيا ودين تادي أو شبه لجاجري مرنا واحد كتب هذا حاجة شهوات أو قف قيل الدنيا راع نقضه لبضة امتحان با قف قيل بندقين شبهاتكو معناه حوي وكخة ترسيه شهوات وشهواتكو وقف وحوج علي مثلا وحوج علي هاي كرسي وحوج علي هاي إنه يعني وحوي بالود وحيابها صمايو وحوج علي هاي إنه وحضه إنه الزنايستو وحاسوا الشهوات وي نفتي بشيدان كو قرحنية واحنا وا شبهات شبهات كان خطر بضن ودين تادي او انت اتكبح ذي او دين تي دقال كل جرتو هدنا اضوها يسطو الى تايقف كي يقوم اناكسرا اي دين تي الاليني وانا وحيا ما هيكون دقعان ددك يعني وحوي الفتنك ولبا محاكل هذا اهل البدعة وحيا ما هيكون دقعان ويان وقف كي يسطو اسكوها يسطو يعني واحد ويانه سحسيه هاي هو اللي بدين تنوعي وفصنت هاي أيها دلال لسني مركز النصوص يسود ليشنا يا قرآن كهاي أما تي حديث كهاي وعنو يسود ليشنا يا فكر كخلدا إيش هو شو هذا أو قبوا وارخاء تروي فتنكو وارخاء قارك وضوحي النقدان قار عامة أو بالشدة يعني واحد ويا وذا جارة marka qaar koodna waxay noqdaan qaar khaas ah oo qofka gaar ahaan ugu dhaca oo la fidneeyo Hudhayfa ibn al-Yaman fidnada qofka lagu imtixaamo ehelkiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisa iyo dariskiisa oo midna khaladaad ka galayo yukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqa waxa qofka laga tiraa صدق ضيو صوم كيو صلاة ضيو والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أيامها عماشة ولا سنة وقبر أيو بإله سبحانه وتعالى كقدافة عمر بن حكوير رضي الله تعالى عنه لست عن هذا أسأله تاكما ويدين بي في النظر قفك أقاركها كما ويدين لكن واحد كويديي
الفتنة التي تموج كموج البحر فتنة أبو تاعيسة سيدا موجدها بضو أيوس أبو تاعان يعني واحد يدل بدن أبو فافان يعني واحد ويان ميل والبو قاران فتنة ضدك وذا قاريسة أيام كويتية بيوري ملك عمر رضي الله تعالى عنه إلا وحي قشا يكتب حذيفة رضي الله تعالى عنه وحيري أن لس وحو كويري مكاس الله تعالى عنه وأنا صدى أوشى أمير المؤمنين ملهم بوها عمر رضي الله تعالى عنه طبعا الرسول كان وحف ربضان أيو كهي ووحيا بها دعي دونا سيدي بان عماشا واحد وقاد دك دك واحد كلاد دك دكتان وواحد كلاهر مرتان فتنوين كقضع الليل المظلم نقن دونا سيدا قبل الله هبين كي مجدقا وكالي مؤمنا ويصبح كافرا قبل كاودا عيساقا مؤمنا وهو أبو بري عيساقا قالا والعياذ بالله معي يا هدي الله سيئك كنتن دولار ولا إلا ذهب السودل سودل يوي من أنا جاءت وتانا بكدق عليه الصلاة والسلام يصبح مؤمنا ويمسي كافرا قف مؤمنا دلا نجمع